دلوقتي اي حد من الشباب عايز يعمل فرح ما تعملش قبل الدابل، عايز يعمل فرح وعر، فرح الناس تحكى وتتحكى عنه. طب انا دلوقتي اللي اقدر افيدك بيه؟ افيدك باللي اعرفه. انا افيدك باللي اعرفه. في مثل بيقول لك الشيخ البعيد سره باتع، نحن ليش دعوا بيه؟ نحن خلف القريبين. انت دلوقتي لو من البليني وعايز تعمل فرح لوش حل، تعمل اياه. انا اقول لك تعمل، انا اخذها معاك خطوه بخطوه. خذها معاك خطوه بخطوه. اول حاجه لازم تعمل لايك للصفحه بتاعتي. ولازم تعمل تعليق، الفيديو عجبك ما عجبكش تعمل تعليق وتعمل اشتراك على اليوتيوب، تدوس على العلامة الحمراء وتفعل زر الجرس. ده أول حاجة قبل ما ندخل الموضوع. أنت دلوقتي من البلين وعايز تحجز فرح، تعمل فرح ملوش حل. البلين المعروفة بيها العيل اللي تولد عندني بنطلع له جواز سفر مش شهادة ميلاد. الكويت. قاعد يردح على الكويت ويقول اتنار بستين اتنار بستين حد ما خربت الكويت. الناس اللي هناك جالها الفقر. المهم الصيت ولا الغني؟ نحن خلينا في الصيت. اول حاجة تروح تلبس جلابية بيضة نظيفة، جلابية بيضة فرنجي 100%. السلام عليكم. ويجيب لك حتة تلفون ايفون يكش حتى تروح تستلفه، او يجيب لك جراب عليه تفاحة من ورا، وتحط لك جهاز برفان نظيفة ترش به، وتلبس لك ساعة ذهبي، لازم الساعة الذهبي دي، تعدل الجلابية وتروح تاخذ عروستك. وتروح اول حاجة تعمل ايه؟ تشتري الفستان، لازم تروح تختار فستان نظيف. تركب توك توك ما تتمشاش عشان التكاتك بعد ما تسفلت الاسفلت ماشي زي الزناني، لو توك توك مسك طرف الجلابيه هيكركرك في الارض. فانت لازم تركب توك توك مع عروستك. تروح فيان؟ تروح اتلي غزال. هناك في فساتين، اتلي غزال ده قبل المتلات فوش دون القديم لو ما حدش يعرفه. هناك تلقى فساتين فستان ناقص كتف، فستان ناقص رقبه، فستان من غير ظهره، فستان هم بيطولوا في الديل ونقصوا في الكتاف بتوع الفساتين. انت تركز تجيب فستانك كامل مكمل بكمامه بلياقته بكل حاجة بديله بكله. الفستان المسخرة اللي انت لابساه ده ايه ده طنط؟ اشتريت الفستان وزبطت نفسك، لازم برضو تجيب لنفسك بدلة نظيفة عشان حدش يمسك سيرتها. انا خايف عليك. ايه اللي انت لابسه ده؟ بعد دي تروح استديو دونا الجديد، تروح هنا فيش حد نعرفوش، تروح هناك على طول في الاستقبال زي ما قلت لك، الجلابية بيضة والساعة ذهبي والبرفان والتلفون، وتخلي جهاز البرفان في سيالتك ترش رشتين قبل ما تدخل عليهم. تدخل عليهم سلام عليكم سلام عليكم السلام، هم طبعا يفتكروك كويتي، وانت حتى لو مش كويتي قول لهم انا كويتي. اتنار بستين، قاعد يقول له اتنار بستين حد ما جابوا الفقر للناس. اراك توزع من مال امك. المهم تروح هناك، تروح حاطط التلفون على وشه، تحطش التلفون على ظهره على وشه عشان التفاحة تبان، تقول لهم عايز اعمل فرح زي بتاع كرول صفرعي. هم عارفين هيفهموك على طول اول ما تقول لهم كده، تقول لهم عايز فرح عيد عقدنا دع بالشرار بالنار بالكوشه تطلع لفوق بالمطربين، هو يجيب لك مطربين هناك لاش حل. لو انت عايز مطربين عايز تكلف يكلفوا لك، عايز قليل يقللوا لك اللي انت عايزه. ظلم الزمن وحاكم قصر وجاب الدار. وافتتاح القاعه الجديده قرب، اللي يحجز فرحه شهر رمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين. والعيد الكبير بتاعنا نحن بتاع المسيحيين قرب برضه، كل سنة وانتم طيبين. والافراح بعد يوم، اللي عايز يحجز يحجز من دلوقتي عشان تلحق، وتسيب نفسك للموجة وهي هترفعك. تروح هناك وتقول لهم عايز اعمل فرح نظيف، هم يظبطوا لك الدين. طبعا الشيخ البعيد سره باتع، الناس تقدر ترمح تروح سوهاج وتروح نجي حمادي وتقدر تلف في البلاد، احنا عندنا انضف حاجة في مكاني، تروحش بعيد. انت خليك في مكانك، عايز كوفير نظيف الدنيا هناك، الدنيا داك داك يخليك العروسي زي ما نعرفها زي الممثلين تطلع. واول ما تغسل وشها في الليل انت وانت وحظك. ده نحن ليش دعوه به؟ هم لهمش دعوه بالحاجه دي، لكن انت وظروفك انت اللي نقيت الاول، انت ليك تدخلها تمام تطلع لك تمام التمام. تروح بعد القاعه الجديده، عاملين قاعه جديده بحر المرور في الوسع، ولا تقول لي تكاتك ولا زحمي ولا شارع الشونة ولا الدنيا تقول لي القاعة الجديدة في الوسع على الطريق السريع، صارفين على القاعة دي فوق 32,000 جنيه. ده انا اجيب شوارع سريكي. بهزر طبعا، صرفة فوق 80,000 بهزر برضو. اخلص المهم عارف حاطين نجفة هناك، نجفة في السقف 30,000 كريستالي، وشوف كيلو الكريستال هناك بكام وعباد الشمس بكام، يعني النجفة واحدة تخش في 3,000. شو مكلفين مليا دعك واعر قوي. طيب انت راجل عايز تعمل البوم في الاستديو مثلا، يعملوا لك البوم، عندهم كاميرات ومكان يعدي فوق 25,000 جنيه، كاميرات ومكان ودين يصوروك تصوير ملوش حال. طيب لو عايز تعمل سيشن عندهم برضه سيشن، انت طول ما دخلت مش تعرف تخلع سيشن عندهم. هم يا جماعه يعني الدنيا كل اسم اسم دنيا، ده مش من قليل،
ده في كل المطرح. في اي حماده تلقى تبعهم بس مسمينه بيبو. في الغردقي برضو تبعهم لو انت هناك بعد في المصيف عايز تعمل سيشن في المصيف تبعهم برضو. طب انت حجزت وظبطت الدنيا كلي طبعا بعد الفرح يعني اخر مرحله الفرح عايز تجيب عربيه الزف والعربيه اللي تزفك عايزها توديك المصيف ثاني يوم الصباحي تريح يوم وبعد كده تسافر على المصيف تروح فيها يعني. في شارع الشونه قبل قاعه الدني هتلقى محل مكتب سفريات اسمه مارو ترافل. هناك تاخذ الرقم من على اليافطه وترن على مين على كل سعاده قول له عايز عربيه زفني وتوديني المصيف هو يحجز لك المصيف بالقرى السياحيه بالدعم بالاكوا بارك بالبيتش بالبطرس بالدنيا دي كلي دعك وتطلع سفاري وفي الرمله وتمردغ مرضيغ عادي فرحك بيجي تمام التمام و100% من غير ما تطلع من بلدك وتعمل فرح حصلش قبل كده. لو عايز بوكي ورد نظيف تروح تترمح على سوهاج او منما تجيب بوكي الورد وتروح بالبلني الورد يدبل يبقى مش تمام. شارع الشونه برضه فش مارو ترافل تلقى محل ورد اسمه انتيك انا وفشوا على طول محل لو عايز الجزمه البيضه اللي ما تيجي مع الفستان بتاع العروسي برضه فشوا كله ناقي جماعي اسره مع بعضهم هما نقدر نرمح ونحن في البلاد ونروح في سوهاج غلبوك في الاسعار. طب ما في البلن تغلب في البلن احسن لك بدل ما ترمح تبقى اتغلبت ودفعت مواصلات زياده.